ايوه حسام باشا توحة يعني تفتح. اتفضل. ايه انت رايح فين؟ انا مش هخش استناها لغايه ما تخلصوا عادتكم وتتكلموا كده وبتاع واخدها ونروح سعادتك ولا ايه؟ ولا ايه؟ اتفضل. الشنطه لا مؤاخذه يا باشا، الكيسه بتاعتي بس. تحت امرك. تعال. انت بقى توحة؟ خدمتك يا باشا. انا توحة عادية يعني. امال ايه الكلام الكبير اللي بيقولوه عليه كده؟ عادية؟ ده انا مش عادية ابدا يا باشا. بكرة لما تعرفني هتحبني على الاخر. ده كلام علمي وانا اقدر التفكير العلمي فعلا. النظرية لا تثبت الا بالتجربة المعملية، والمعمل قدامك اهو. لا مؤاخذة يعني يا باشا، وحضرتك ظابط ولا دكتور؟ لا دكتور. دكتور مسالك عاطفية. طب تحب لون ايه يا باشا؟ انا احب الالوان الطبيعية. قشطة يا باشا، يلا هات الكيسة وتعالي. اتفضل يا باشا.